أعزائي المشاهدين، وردنا الآن البيان التالي من وزارة الداخلية، والذي يكشف تفاصيل القبض على إحدى الخلايا الإرهابية ومخططاتها. بفضل من الله وتوفيقه ويقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية، تم القبض على خلية إرهابية خططت وشرعت في تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية التي استهدفت اغتيال شخصيات هامة بالدولة، وكذلك تنفيذ عملية ضد رتل من آليات الأمن العام، القصد منها قتل أكبر عدد ممكن من رجال الأمن، بالإضافة إلى مهاجمة عدة أهداف حيوية في البلاد. وقد أسفرت أعمال البحث والتحري عن تحديد هوية مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم الإرهابية والقبض عليهم، وذلك خلال عمليات أمنية بعدة مناطق في البلاد. كما أثبتت التحريات أن هذه المجموعة الإرهابية تعمل تحت إشراف مباشر من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ من جانب الإرهابيين المدعو مرتضى مجيد السندي والمدعو قاسم عبد الله علي الهاربين والموجودين في إيران. والمقبوض عليهم هم أولاً المقبوض عليهم الذين تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، حسين أحمد عبد الله علي علي، قاسم أحمد علي حسن المالكي، أحمد علي علي الشيخ، علي عبد الرسول إبراهيم محمد عبد الحسن، علي جعفر رضي عبد الله عبد الرضا، علي عبد الله علي أحمد البناء. ثانياً المقبوض عليهم الذين تلقوا تدريبات بواسطة عناصر محلية، عمار أحمد عبد الله علي أحمد علي، حسن إسماعيل إبراهيم أحمد ناصر العريبي، أحمد علي مهدي علي حسين. ثالثاً المقبوض عليهم الذين تلقوا تدريبات عسكرية لدى كتائب حزب الله العراقي، حسن علي عبد الجبار حسن أحمد الحمر، علي جعفر عبد الله علي أحمد علي، ياسر أحمد عبد الله علي أحمد علي، أحمد جاسم سعيد مهدي، السيد علي محمد عيسى حسن الموسوي. ومن بين المضبوطات المحرزة والتي أثبتت تورط المقبوض عليهم في التخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية، تلك التي عثر عليها بمنازلهم وعززتها أقوالهم التي أدلوا بها لدى سؤالهم، واشتملت على الأسلحة والمتفجرات والقنابل محلية الصنع الجاهزة للاستخدام في الأعمال الإرهابية والمواد التي تدخل في تصنيعها، بالإضافة إلى صواعق كهربائية وأسلحة نارية وبيضاء وكميات كبيرة من الهواتف وشرائح الاتصالات والأغراض الصلبة والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. كما تضمنت المضبوطات المحرزة أجهزة الاتصالات التي تم ضبطها وفحصها وعدد السفرات إلى إيران خلال فترات زمنية قصيرة، والتي بلغ عددها في السنوات الأخيرة حوالي 66 سفرة تم استغلالها بشكل مركز في التدريب على تنفيذ أعمال إرهابية في البحرين، مع إضفاء صبغة دينية على عمليات التجنيد والتحركات التي يقومون بها، فضلا عن تجهيز مشاريع تجارية في البحرين تخص بعضا منهم وتوظيفها كواجهة لنشاطهم الإرهابي واستخدام مقراتها لتخزين المتفجرات، حيث اشتملت جرائمهم على التخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية. وقد دلت التحريات على أن التخطيط لهذه الأعمال الإرهابية شمل تجهيز أماكن لتخزين المواد المتفجرة والتدريب على استخدام السلاح والمواد المتفجرة، فضلا عن دراسة المواقع المستهدفة ورصدها ميدانيا بعد تحديد الشخصيات المستهدفة ومراقبة تحركاتها. وأشارت التحريات إلى تجنيد المقبوض عليهم لتنفيذ أعمال إرهابية بتمويل وتخطيط من قبل عناصر بحرينية هاربة وموجودة في إيران، قامت بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني لتدريبهم في معسكرات يشرف عليها، حيث اشتملت أعمال التدريب على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات والعبوات بكافة أنواعها والتدريب على اقتحام المباني وحرب المدن. أنا تدربت في إيران للحرس الثوري بطلب من قاسم المؤمن المتواجد في إيران. دربونا عشان إذا جينا البحرين نقوم بزعزعة الأمن وقلب النظام. كان نوع التدريب على الأسلحة والأمنيات والبرامج الفوضى. وصلنا إلى المعسكر
هذا المعسكر اللي خبرني عنه قاسم بأنه تابع إلى الحرس الثوري الإيراني. بعد الاستقبال وعقب ما لبسنا الثياب العسكرية جاءنا شخص خلال أول 4 أيام تقريباً كان تدريب على السلاح. أخذنا 2 يوم في النظري ويوم أو 2 يوم عملي. الأسلحة اللي دربت عليها فرد وام بي 5 وكلاشينكوف. بعد تدريب الأسلحة جاءنا شخص ثاني قالنا أنه بيدربنا تخريب. دربنا 1 أو 2 تخريب نظري ويوم أو 2 بعد كان تخريب عملي. علمنا على C4 والتي ان تي الصواعق وشلون نكون حذرين في التعامل مع المتفجرات. طرش قاسم المؤمن له عمي طرش رسالة مشفرة ذكر فيها أن علينا الاستعداد، إحنا كمجموعة علينا الاستعداد والتهيؤ، وهاي الاستعداد والجهوزية ما تكون إلا بامتلاك مخازن وامتلاك أهداف. وطلب في طلب خاص التهيئ لتنفيذ عمليات استشهادية. في 2017 طرش لي قاسم مؤمن رسالة مشفرة ذكر فيها أنه راح يسلمني 8 عبوات. بالفعل رحت، خبرني أنه راح تكون في المقبرة في مقبرة كرزكان خلف المغسلة، ورحت وجدت العبوات جاهزة هناك ونقلتهم إلى مخزن في منطقة صدد. هو عبارة عن منطقة شجرية بالقرب من سور أو جدار مزرعة. هاي 8 عبوات اللي استلمتهم مع علي جعفر كانوا عبارة عن عبوات تلفزيونية. هم مثلهم مثل العبوات اللي دربونا عليها في معسكر كتاب حزب الله في العراق. عقب ما تخرجت من ماليزيا في 2016 التقيت بحسن الحمر وقمنا نتناقش على ان نفتح مشروع. فعقب هذا التقيت يا اخر مقابلة وجاب لي موضوع مشروع البلاتات الجوالي اللي تكون حق الشحن. هو قال لي، قلت له ان شغلة ايجاد البلاتات راح تكون رخيصة وما راح تكلفنا واجد، والاشياء اللي فيها يعني خراب راح تصلح، بس تحتاج مساحة كبيرة فلازم ناخذ لنا مخزن كبير. فقال لي هو الفكرة واجد زينة وهذا المخزن راح نستفيد منه بعد عشان في دعم التنظيم من ناحية تخزين مواد متفجرة أو أسلحة أو ما شابه ذلك. وكشفت التحريات عن تورط المقبوض عليهم في ارتكاب جرائم إرهابية، ومن بينها التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للشرطة بتاريخ 26 فبراير لعام 2017 على شارع الدرة باتجاه الجنوب، ونتج عنه إصابة 5 من رجال الأمن، فضلا عن شروعهم في تنفيذ جرائم إرهابية أخرى. كالعادة بعد جانا تكليف من قاسم مؤمن الهارف في إيران، أنا تطرش تكليف حق ياسر المؤمن وخبرني عنه، لأن في استهداف حق باص ينقل رجال الأمن من منطقة الرفاعي ويوديهم سجن جو. طلب مني قاسم لأن أروح حق ياسر بعد ضروري وأخذ أغراض، قصدي يعني من سترة منطقة مركوبة. يوم رحت كانت تسمونه عبوة تلفزيونية، رحنا على جسر رقم 1 جسر عسكر، وين ياسر المؤمن رحنا قريب، بس يعني وقف بطل البانت من سيارة التمويه نزل زرعها. علي جعفر رصده وقال لي هاكو جا، وانا اللي هو ضغط على مفتاح او الريموت وانفجرت العبوة في الباص. كما اقر المقبوض عليهم بالتخطيط والتنفيذ لاعمال ارهابية استهدفت بعض كبار المسؤولين ورجال الامن. استلمت تقرير من عند قاسم المؤمن عبر البريد الميت، كان تقرير حول شخصية مهمة. التكليف كان جمع معلومات ورصد هذه الشخصية المهمة. كان في التقرير طريقين متوقعين للمرور وبعض المعلومات البسيطة عنه ولون نوع السيارات اللي يركبها.
وطلب مني أن أتواصل مع شخص اسمه محمود، هو ربطني به. هذا الشخص قعدت وياه واتفقت وياه على أن أنا أرصد الطريق الأول وهو يرصد الطريق الثاني. محمود صور مرة، وأنا ومجتبى الشخص اللي كان معاي يرصد معاي صور مرتين، أنا وياه صورنا مرتين، مرة من صوب الجنوب ومرة من صوب مدينة عيسى على شارع سلماباد. كانت تسمى العملية الرصد خلال طول هالفترة باسم عملية جميل. في بداية 2017 طلب رد تسمة العملية باسم ثاني، باسم سامي، وتم تأكيد الوقت، وقت الذهاب وعودة هذه الشخصية المهمة، وأيضا شكل السيارات. وبعدها طلب منا أن نقترح أماكن الاستهداف. كان أعطانا مخطط جاهز كامل، يعني ترتيب إيراني كامل جاهز، يعني وين الشارع بالضبط المنحنى، اقتراحين حق يسمون حق تنفيذ، يعني منفذ وين يوقف حق التفجير، المصور وين يوقف. في نهاية 2016 وصلني تقرير من قاسم المؤمن يذكر فيه استهداف شخصية رفيعة في الدولة. التقرير هو عبارة عن خريطة لمسار هذه الشخصية، خروجه صباحا من منزله إلى مقر عمله، وطلب مني رصد نقطة انطلاقه من منزله إلى مسار اللي يسلكه إلى جهة مقر عمله. وكان قاسم المؤمن يكلفنا دائما بمتابعة هذا الموضوع لرصده لكي يتم استهداف هذه الشخصية. وكلفنا بعد ندور بنك أهداف قال حق نستخدمه إذا جاء وقت الحاجة لهم، لأهداف اللي هو مقصد منها بنك الأهداف اللي هي أي تحركات رجال الأمن. كانت في منتصف 2013 خبرني قاسم أن يبان أنا وعلي وسي عباس نعاين منزل في مدينة عيسى لأحد الضباط في وزارة الداخلية، ولنية استهدافه لاحقا. في 2017 طرش إلي قاسم المؤمن رسالة مشفرة عبارة عن تقرير لرتل عسكري مكون من حوالي 80 مركبة عسكرية تطلع اللهوة من سافرة متجهة إلى منطقة البديع، وطلب مننا استهدافها في خريطة هو مطرشنها في هذا التقرير. في 2016 وصلني تقرير من قاسم المؤمن يذكر فيه أو كلفنا نراقب موكب للجنود البحرية الأمريكية اللي يخرج من مطار البحرين أو يخرج من القاعدة الأمريكية إلى مطار البحرين ويرجع من المطار إلى القاعدة. هاي التوجيه كان بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. طبعا هو كان يريد يستهدف موكب الجنود البحرية الأمريكية، عاينت الموقع اللي هو القاعدة الأمريكية، فطلب مني تصوير القاعدة، الأبراج، تصوير اللي يدخلون يطلعون، هدف جمع معلومات عن جنود الأمريكيين الموجودين في البحرين. أيضا هو طلب مني معاينة نقطة فيها دورية أمنية شرطة بحرينيين بالقرب من القاعدة حوالي 500 متر داخل الجفير، طلب مني أن استهدافها. وهاي الأمر متعلق اللي هو بمحاكمة الشيخ عيسى قاسم. تجنيد والتخطيط وكل هاي التقارير، كل هاي التخطيطات بهدف زعزعة الأمن في البلد ومحاولة الانقلاب على النظام في البحرين. وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
فيما لا تزال عمليات البحث والتحري جارية للقبض على بقية العناصر الإرهابية. إذن فقد كشفت وزارة الداخلية على إحدى الخلايا الإرهابية التي تلقت تدريبا عسكريا في معسكرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي. أشار البيان ضبط قنابل يدوية الصنع وأسلحة نارية وأجهزة اتصال. تحيا مملكة البحرين أبية حرة، علمها خفاقا في السماء وعصية على كل الطامعين بإذن الله.